من بين المشكلات التي تواجه مركزي البداري وساحل سليم مشكلة الثأر والخصومات. في الحقيقة الحديث عن مشكلة الثأر والخصومات بالمركز أمر يطول فيه الكلام بما لا يسر، وعرضت الحلول الكثيرة في هذا الأمر دون تغيير حقيقي على أرض الواقع. وأرى بفضل الله عز وجل أن علاج هذا الأمر في عدة نقاط، وهي: 1- تفعيل دور الدعوة من رجال الأزهر ورجال الدعوة في الجمعيات بصورة مكثفة ومتعاونة مع المدارس والجهات الشبابية كالنوادي للتوعية والموعظة والجلوس مع العائلات. 2- حل المشكلات الأساسية للشباب والعمل على إيجاد حلول حقيقية لمشكلة البطالة، حيث أن الفراغ عنصر أساسي في توليد الخصومات والمشكلات. 3- تفعيل مراكز الشباب والرياضة ومراكز الثقافة لدورهم على الوجه المطلوب، مستشعرين حجم المسؤولية وعظم الخطورة التي نواجهها من دماء زكية تنزف باستمرار. 4- تنظيم وتفعيل لجنة المصالحات بصورة أوسع وأدق، بحيث تستأصل المشكلات قبل نشوبها. 5- الدور الأمني في مطاردة تجار السلاح والذخيرة، حيث أن انتشار السلاح بين أهالي المركز هو العنصر الأساسي في المشكلة، ويجب أن يكون هناك تواجد أمني بصورة جيدة لمنع الجريمة قبل وقوعها.